مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. فيثاغورس هو فيلسوف وعالم رياضيات يوناني، ولد عام 570 قبل الميلاد وتوفي عام 495 قبل الميلاد، وهو مؤسس الحركة الفيثاغورية كما يعرف بمعادلته الشهيرة نظرية فيثاغورس. المعلومات حوله قليلة وغامضة، وقد أتت من كتب كتبت قرونا بعد وفاته، لذلك لا يوجد معلومات موثقة ودقيقة حول أفكاره وأعماله. ولد فيثاغورس في جزيرة ساموس، وسافر إلى بلاد عديدة منها اليونان ومصر وربما الهند. أقام في مستعمرة كروتوني اليونانية في إيطاليا حوالي عام 530 قبل الميلاد، حيث أنشأ مدرسة لمناقشة موضوعات فلسفية مختلفة، من مثل ماذا يحدث للروح عندما يموت الجسد. اهتم فيثاغورس كثيرا بعدد من المواضيع العلمية والرياضية والموسيقية، وقد بين العلاقة بين الشد ورخو السلك والنغمة الموسيقية التي يبعثها عندما ينقر عليه في فترات منتظمة، وتكون النتيجة سلما موسيقيا هرمونيا. تحاك حول شخصية فيثاغورس العديد من الروايات والأساطير، ويصعب التحقق منها، حيث يروى أن فيثاغورس الساموسي ولد في جزيرة ساموس على الساحل اليوناني. في شبابه قام برحلة إلى بلاد ما بين النهرين، وأقام في منف بمصر، وبعد 20 عام من الترحال والدراسة تمكن فيثاغورس من تعلم كل ما هو معروف في الرياضيات من مختلف الحضارات المعروفة آنذاك. في حوالي عام 523 قبل الميلاد استقر فيثاغورس في جنوب إيطاليا في كروتوني، حيث تعرف على شخص يدعى ميلان وكان من أغنياء الجزيرة، فقام ميلان بمساعدة فيثاغورس ماديا. في هذه الأثناء ضاع صعر فيثاغورس واشتهر، إلا أن ميلان كان أشهر منه أنذاك، حيث كان عظيم الجثة وحقق 12 فوزا في الألعاب الأولمبية، الشيء الذي كان رقما قياسيا آنذاك. كان ميلان مولعا بالفلسفة والرياضيات بالإضافة للرياضة، وبسبب ولعه هذا وضع قسما من بيته في تصرف فيثاغورس الذي كان يكفي لافتتاح مدرسة. استطاع فيثاغورس إثبات نظريته ومبرهنته فيثاغورس في الرياضيات، والتي تقول في المثلث القائم الزوايا مساحة المربع المنشأ على الضلع المقابل للزاوية القائمة تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. عن طريق حسابه لمساحة المربعات التي تقابل كل ضلع من أضلاع المثلث قائم الزاوية، استفاد الكثير من المهندسين في العصر الحاضر من هذه النظرية في عملية بناء الأراضي.